على اللاعب كيفو، يعود من جديد للملعب وحاولة خطيرة. الكوربو دي تيستا ماريكا، كرة داخل الشباك، 3-1 لإنتر، يتمكن من إضافة الفارق، يعيد الفارق كما كان عليه، الفارق هدفين. ماكدونالد ماريكا بضربة راسية محكمة يوقع الهدف الفارق. سكاربي ظل يتفرج على الكرة وهي تستقر داخل شباكه. ليو يبتسم، ليو سعيد. الهدف الثالث امامنا، الكروس بالمقاس، ارتقاء من جانب اللاعب الافريقي، ماريكا بالراس، كرته في البورتا، هدف ثالث. الكولبو دي تيستا الراسيه في محلها قبل قليل، راسيه